في مشروع في إعادة النظر في برامج تعليمية تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية السيد ماجد التكون، شرعنا فيه وشرعنا فيه بإحكام وبدراسة، ونحن نطبق برنامج السيد الرئيس بالاستناد كذلك إلى مخرجات العمل الكبير والجبار الذي يقوم به المجلس الوطني للبرامج، الذي هو يتكون من خبراء في التربية، من أساتذة، من مفتشين، من باحثين جامعيين، من أساتذة، وهو كذلك تشكيلة هذا المجلس فيها مؤسسات عندها علاقة بالبرامج كالمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية الأمازيغية والمعهد التابع لوزارة المجاهدين، هي كلها مركبات وأجزاء من هذا المجلس تساعد على صياغة وبناء برامج تفي بالغرض المطلوب، تحافظ على الهوية الوطنية وترقيها وتدعمها، وتعمل على صنع أجيال متشبعين بالقيم الوطنية، بالثوابت الوطنية، وبأخلاق المجتمع الجزائري. وبالتالي فبالنسبة لهذه البرامج شرعنا في التعليم الابتدائي، والمواد التي لم يتم حذفها لكن تأجيلها هي بالنسبة للطور الأول في التعليم الابتدائي المتكون من السنة الأولى والسنة الثانية من التعليم الابتدائي، تم تأجيل مادة التربية المدنية والتربية العلمية إلى مستويات لاحقة في التعليم الابتدائي في الطور الثاني من التعليم الابتدائي. في المقابل تم الاستزادة في المواد الفنية وكذلك النشاطات الفنية. والنشاط الفني ما هو النشاط الفني؟ النشاط الفني يتكون من ثلاث أجزاء، هو فيه أشغال يدوية، فيه أنشطة فيه الرسم، وفيه الموسيقى. كل واحدة منها كانت تطول مدة أسبوعين مدة 15 دقيقة، في المحصلة 25-45 دقيقة. الآن أصبحت هذه النشاطات مدتها ضاعفنا مدتها لتصل إلى 90 دقيقة. كذلك التغيير طال مادة التربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي، والحجم الساعي الأسبوعي للتربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي انتقل من ساعة إلى ساعتين، تم إضافة ساعة كاملة. ويعلم العام الخاص ما هي فوائد التربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي وفي التعليم وفي كل المجالات. فمن تداعيات إيجابية لهذا التغيير هي الحفاظ على صحة النائلة ومحاربة السمنة في الوسط المدرسي، وكذلك الانتقال بالزمن المدرسي الأسبوعي للأنشطة من 7% إلى 20%. تمت إضافة كذلك لتدعيم تدريس الرياضيات في الطور الأول من التعليم الابتدائي، تدعيمها ب 30 دقيقة للأنشطة الرياضية. هذا بالنسبة للتعليم الابتدائي. أما المستجدات في الابتدائي فأنتم على علم أننا في هذه السنة إن شاء الله سنعمم التعليم التحضيري كما سبق في سؤال السابع. سنعمل على إتاحة النوع من التعليم المدرسي إلى كل طالبيه من الأولياء. ربما في بعض الأحيان لا تكون المدرسة بجوار المسكن، لكن هناك فرصة تتاح للجميع لكي يستطيع الأولياء تسجيل أبنائهم في هذا التعليم التحضيري. كذلك بالنسبة للتسجيل في السنة الأولى من التعليم الابتدائي وبعد رقمنة هذا الإجراء في هذه السنة، فتجاوزنا المؤشر الوطني للمتمدرسين في السن الإلزامية للتمدرس، وسنتتبع أبناؤنا على قلتهم ممن لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة، وسنفعل الإجراءات القانونية والنصوص القانونية ذات الصلة مع الجهات الإدارية المعنية لحمل هؤلاء وحمل أوليائهم للإقبال على الدراسة. شكرا.